يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاركته في الدورات ديال المعرض الدولي لحقوق للكتاب. هذه الدورة نقول قام المجلس بتنويع مشاركته، أولا تنويع مشاركته من حيث أشكال تعابير الأطفال، ثانيا من حيث أشكال التعابير التي امتدت إلى ما هو رسم، إلى ما هو موسيقى، إلى ما هو مسرح، إلى ما هو شعر. وهذه لأول مرة تكون هذه نقول تعابير الأطفال ضمن ما أطلقنا عليه بعنوان مشاركة المجلس في هذا المعرض بتعابير الحق. ثاني حاجة، نحن عندنا 40 نشاطاً لمدة 10 أيام. الأنشطة تتمحور ما بين الأنشطة الترفيهية والفنية والتأطيرية للأطفال من مختلف الجهات المملكة. ثاني حاجة، هناك حديث حول كتاب، يعني هناك اختيار كتاب محدد والتحاور حوله. ثالثا، هناك نقاشات وحوارات حول مواضيع ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان، ونقول ركزنا خلال هذا المعرض على ما نسميه بالقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، كالذكاء الاصطناعي، كالفضاء الرقمي، وكذلك كالحقوق الثقافية والذاكرة. ثاني حاجة، رابع حاجة، وأنه امتدينا كذلك إلى التراث والأدب الإفريقي، حيث سيشارك معنا أساتذة وباحثين في هذا من إفريقيا. رابع آخر حاجة، وأنه نقول اليوم الختامي لهذا المعرض ولمشاركة المجلس سيكون خلال ساعتين لكل هذه التعابير ديال الفنية، لكن بالأساس موسيقية ومغربية بالأساس.